لست أخشى من عدو من شياطين وإنس، طالما أرضي إلهي في ثبات حين بأسي يوم ألقى. بكل صراحة خلي كل واحد يقول عليه وش يقول، لكن هذا هو الحق وتبينه إن شاء الله الأيام بإذن الله عز وجل. لازم نقول أي إخوان على لا، لأنهم يحبوا الشعب الجزائري يندم. أنا العبد الضعيف هذه أسبوع رحت بهذه الشرطة اللي تبعوني، رحت حتى المديرية العامة تاع الأمن مرتين وضباط سامينا، نقول لهم هذا هم يتبعوا على أي أساس؟ أنت لما تكون أنا مشبوه شرطي، أنا مشبوه لا لا تحبسني في السيارة مش يتبعني، حبسني قاريني أعطيني الأوراق تثبت الهوية متاعي، بعد ما تثبت الهوية تعرفني مشبوه تدي الكوميسارية ما تدينش ترى كل اللي يسمح لي ولا لا. صح انت يا لاش لاش تدفع فيها هكذا صباح وعشي، تروح للمقبرة تبعوك، تروح للعرس اللي تبعوك، يعني سبحان الله هذا الناس اللي تبعوني ما تبعونيش وحدهم، هذا لو كان ما عطاهمش امر ما يتبعونيش ما يتبعونيش، معناها كاين سياسه من فوق لازمكم تعرف وين راح وين جا وش راح وش دار وش ما دارش وش ما دارش. انا الحمد لله رب العالمين جي بي اس، بصح الان راني فهمت فهمتوا مرة المره الجايه نعم باش تسمعوها باش تعرفوها انتم، المره الجايه نخرج لهم الخرجات اللي ما يعرفوهاش اصلا. الله اكبر الله اكبر. سمعت علاه؟ لان الان انا بيني وبينكم يا سيدي عندكم قانون، اذا عندك علي حاجه اهلا وسهلا، حبسني في الطريق اعطيني وثائق قال انت رانا مقبول يا سيدي، ما عنديش حاجه دير لي استدعاء نجيك للكوميساريه، صح ولا لا؟ اما انك تظل تتبع فيا مين نروح ونجي، هذا في الحقيقة شيء يعني لا لا هذا ما يمكنش يكون، هذا مخالف للقانون، مخالف للأخلاق، مخالف للدين، مخالف لكل شيء. هذا شكيب خليل، ها شكيب خليل، أتجول بكل حرية وليس ولست معنيا بقضايا الفساد. كان لنا جزء حرية، هم يتبعوه هم يتبعوه، اسمعوا يا بوليس يا اللي كنتم تبعوا فينا باش ديروا التقارير، تبعوا شكيب خليل تبعوه، ها تبعوه إذا راكم رجال تبعوه، تبعوني هنا. نعطيكم حاجة أيضا واحدة أخرى، لما داوني الإقامة الجبرية في وليلة كانوا يحرصوا عليا، لا لا يحرصوا عليا الشرطة، ولكن يباتوا معايا داخل لا لا داخل مقر الإقامة فيلا اللي كان فيها نقاش، نقاش تسمعوا به اللي راهو سماو عليه عين نعجة، هذا كان تما وعلي يحيى بن في البلاصة اللي كانوا فيها هما في الإقامة الجبرية، أنا حطوني تما. واحد النهار جاء واحد حارس، ما كان لا نذكر الاسم نتاعو، قال له سكساتو يماه أمه الله يرحمها، إذا كان عايشة راه يزيد لها في عمرها ولا ماتت الله يرحمها. قلت له يا ولدي وش راك دير وش راك؟ قال راني نحرص في واحد يقول له فلان. قال له يا وخدي. قلت له هذا كي يحرصوا الناس. قال لي هذه خدمتي يا امي. قالت له شوف عليك دعوة الشر. عليك دعوة الشر. وهو في الطريقة من طريق تمسكين يجيب الكسرة يطيبها هي. امه طيبها. ويجيب يقول لي هذه الكسرة طيبها. هو يحرص عليك. وش معناها؟ هذا البوليسيه اللي تبعوا فيها من الصباح للعشيه، وكان يروح لمرته ولا يروح لزوجته ولا يروح ليماه ولا لبابا يقول لي واش خدمت؟ يقول له من الصباح للعشيه انا نتبع فعلي بالحال. يا ودي هذه خدمتي مخدوم تبعني بالحال. أنا متأكد علاش؟ لأنني الحمد لله رب العالمين راني عشت أنا في الحومة تاعنا وعشت في الأحياء، ما تعديتش على واحد ولا تعديت خلق الله عز وجل الحمد لله رب العالمين. فهذا الشيء يا عمي أنا ماذا بيا يكون يكفر، وإذا ما يكفوش أو يجي نهار ربي عز وجل ينتقم. آمين. اسمع وزيد حتى الشرطي هذاك المفروض حتى كي يعطيو الأمر يقولوا ما أنا ما نتبع نمشي خدمتي. لا يقول
ما عطيوش شي العاد جيب الكوميسار علاش نتبعو ولا لا المادة الثامنة من قانون تاع السلطة حتى انتبه بها ترجمها المادة الثامنة من قانون تاع سيادة الأمن المادة القسم وش يقول لك يقسم بالله العلي العظيم أنه كذا ويحترم الأخلاق وكذا وسيادة القانون حيث القانون تبع شخص 11 سنة 11 سنة ليل ونهار وانتم تتبعوا ما تحشموش ها عندي أولاد ما نخرج معاه لا نخرج معاه المرة اللي فاتت رحت عندي وليمة ديت معايا يوسف وانا شبكت معاه حتى قلت للأخ دياب قلت له اروح بالسيارة ولا يشوفوها تقلبوا يقولي يضاربوا معاهم لا يضاربوا معاهم من بعد يدوهم الحبس يقول له لا إهانة المسؤول في وقت الوظيفة عندك حاجة عليا أعطيني استدعاء جيبي عندك اشتباه فيا حبسني بالسيارة بصح باش تبعني شرقا وغربا وزيد المرة اللي فاتت رحت للبليدة في الطريق تاع البليدة هما يلحقوا يلحقوا الولاية يتليفوني والولاية الأخرى تستلمني مني قلنا انا بضاعة شو كل انا عندي هسه ها وجاكم السيد السلمو يجي قدام الدار نتاع السيد اللي دخلت عنده يجي يحط السياره تاعهم يقعدوا السيد هذا دوك انا رايح له السياره للاخ بالله حتى يولي في مشكل هذه دو هذا هو السبب اللي يولد ماذا هاي مش يولد اذا قبل ما تتكلم لي على داعش وتتكلم لي على القاعدة وتتكلم لي على عمر عبد الرحمن وتتكلم لي على انا نجيب لكم حركة حركة بالتاريخ وحدة بوحدة من سقطة الخلافة الاسلامية وحدة بوحدة تاريخي نوريك باللي اغلبهم بالاستبداد والطغيان ومنع الحقوق كاين اللي ما يخرجهمش من عقولهم متزنين عندهم اتزان وكاين المسكين اللي ما يقدرش هاش اتصور انتم الان واحد باهر فيكم مثلا شهر هو يتبعي شهر وين تروح يتبعي ونشوفه كده وهذا يعني يقول لك انا اعطيته مثال بسيط قلت له لو كانت تكون في الدار وعندك زوجتك تدخل للكوزينة تدخل معاها تدخل للصالون تدخل معاها تدخل للباركون تدخل معاها تقول لك يا راجل اقعد في خلينا نضرب انت كتب حبلك وما يجوز لك لا شرعا ولا قانونا يعني باي معيار في ظلال الله اغدو وبقرب الله امسي لست اخشى من عدو من شياطين وانس طالما ارضي الهي في ثبات حين باسي يوم القى وجه ربي يوم سعدي يوم عرسي يوم سعدي يوم عرسي